دكتور فلق الحسن، رئيس جمعية أمل لمرضى السرطان بالمحمدية. هذا النشاط اللي احنا واقفين بالجانب ديالو هو نشاط ديال مختص في التبرع بالدم، بشراكة مع مندوبية وزارة الصحة بالمحمدية والمركز الجهوي تحقون بالدم ومجموعة ديال الجمعيات الفاعله والقريبه من المواطن ديال المحمديه بالمحمديه. هذه النسخه اللي تنشوفوا هي النسخه الثالثه بعد نجاح النسخه ديال 2015 2016، وهذه 2017. الحمد لله كان نجاح باهر وكبير في السنتين الماضيتين، هذا الشيء باش تشجعنا وتنقوموا بهذا العمل هذا. فالحمد لله لحد الان هو عمل جد ناجح. باش نذكر بانه في السنتين الماضيتين استطعنا نجمعوا 4000 كيس في السنه ديال الدم، ويعني اللي عنده معرفه بهذا الميدان هذا غيعرف بانه راه يعني نتيجه جد مهمه. هاد 4000 كيس يعني تتكون القيمه ديالها خلال السنه قيمه جد كبيره في الجهه ديال الدار البيضاء، لانه حنا تنخدموا مع الجهه الدار البيضاء الكبرى. فلحد الان دابا حنا تقريبا في النص ديال رمضان، تقريبا يوميا تيكون عندنا واحد 120 متطوع، ويوميا تناخذوا ما بين 70 و100 كيس في الليله. لحد الان راه ناجحه العمليه بالفضل والتكاتف ديال المجهودات اولا وقبل كل شيء ديال المواطنين والمواطنات ديال المحمديه والجمعيات ومندوبيه وزاره الصحه والمركز الجهوي وجمعيه الامل والجمعيات ديال المحمديه. لحد الان راه العمل ناجح، وتنستغل هذه الفرصه باش تنشكر المواطنين على التجاوب ديالهم التلقائي مع الطلب ديالنا، وتنطلب منهم حنا حاليا غادي نخدموا في هذه الخيمه حدا مسرح محمد عبد الرحيم بوعبيد الى نهايه رمضان، ومن بعد رمضان غادي نمشيو ان شاء الله نخدموا في ساحه مولاي الحسن البارك، غادي نخدموا فيها حتى الاخر ديال شهر 8 ايام الخميس الجمعه السبت والحد. في رمضان الحمد لله كاين المتبرعين في الدار البيضاء في المحمديه كاين، ولكن خارج الدار البيضاء خارج نعم. رمضان تيكون نقص حاد ديال المخزون. لهذا تنطلب من المواطنين باش يجيو يتبرعوا في شهر في يعني من دابا ومباشره بعد رمضان يجيو لساحه الحسن مولاي الحسن باش يتبرعوا تما. وشكرا، بارك الله فيكم.